إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أربع كلمات حفظناها جميعا. لكن من يشرح بدقة معنى هذه الكلمات؟ أي إن وقرآن ونزل وعربيا. الجواب لا أحد. كذلك الأمر مع من يشرح آية إن الدين عند الله الإسلام. فما هو الدين وما هو الله وما هو الإسلام؟ الجدل مستمر منذ 15 قرنا ولا إجابة حاسمة. مع هذا ظهرت نظريات حديثة تحاول قراءة هذا النص العظيم المقدس، هذا النص الذي جرى اختطافه وتجيره لقرون لصالح السلطات الحاكمة ومؤسساتها الدينية. مؤخرا انتشر الحديث عن القرآن تختلط بالعربية بالسريانية، مع تأكيدنا طبعا بأن هذا القرآن هو قرآن عربي 100%، لكن هذا لا يعني أن علينا أن نتغافل عن قراءة البروفيسور لوكسمبرغ ونعتبرها أمرا لا يعنينا، سواء من قبل المؤيدين لهذه النظرية أو المعارضين لها. فهو كشف لنا ما عجز آلاف المفسرين والشراح عن فهمه، بل منعوا أي محاولة لفهمه. هل ممكن لأحد أن يحب الشهوات؟ يا أما الحب أو الشهوة، ما معنى حب الشهوات؟ يلا وإنت كيف تقرأها؟ يعني أنت تشوف أنه في منطق بهالتعبير؟ هو بيني وبينك، هو في منطق كثير في القرآن. طبعا في منطق، ما فينا ننفي أنه في منطق، هون في منطق. يلا أنا بدافع عن القرآن، الباب استغربة، تفضل. فإذا بما أنه المقصود في التكبر وليس التكاثر، أيوة، فما معنى هنا حب الله؟ الحب ماذا يحبون؟ تفضل. فإذا إن كان من النساء والبنين والقناطير المقنطرة كله سوا، أيوة، ما معنى الشهوات؟ تفضل اشرحنا. بسيطة، ما شرحناها كذا مرة، ما عندي. أخطأوا بنقل الراء السريانية كواو، وبعدين شو بعدين؟ كيف نقرأ؟ نستبدل الواو بالراء فتصبح الشهرات. الشهرات طبعا وليس الشهوات، الشهرة يعني التكبر. يحبوا يشتهروا، حب مش حب الشهوات. صحيح، لكن لا تنفي منطق في القرآن. لا بس كله منطق. لا مو كله منطق، دولة العراقيين اكو منطق، اكو منطق. خلص هلا فهمنا. هلا اذا حب الشهرات، الشهرة على جمع الشهرة، الشهرات. في هذه الرحلة المعرفية سنقدم مقدمة عامة حوله، ثم نتساءل من هو لوكسمبورغ ولماذا يقول أنا أدافع عن القرآن ولا أتهمه بشيء. في منطق، أنا أدافع عن القرآن، أنا أدافع عن القرآن. وأيضا راح نتعرض لنظريته، وطبعا كما نعرف لكل بحث مشكلة يجب أو إشكالية يحاول الباحث فيها معالجة هذه الإشكالية. بعد هذا طبعا ناخذ نبدا عن تاريخ التفسير وقواعد التفسير واغراضه، وايضا بالنقطه الرابعه ساتناول موضوع لماذا هذا الاعتراض الشامل الكامل على النظريه، وفي الفقره الخامسه راح اقدم وصايا واستنتاجات وخلاصات اراها مهمه جدا جدا. مواصله مشاهده الفيديو الى نهايته، او على الاقل مشاهده الجزء الاخير منه، لانه هو من اهم الاجزاء اللي هو خلاصه ما توصلت اليه. ابتدات أقارن مع الترجمات ومع تفسير الطبري، فلاحظت لأول مرة أن المترجمين في الغرب بالأخص بالترجمة الألمانية علامة استفهام كثيرة، أنه مش مفهوم، مش متأكد من هذا التعبير. وبالمقارنة مع الطبري لاحظت تعبير يعيده مرات كثيرة، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فأنا تساءلت طبعا لماذا مختلفين، فحاولت وقتها لأول مرة أن أرى حل أو مفهوم سرياني لهذا المقطع الغامض، وابتديت أكتشف شوي شوي. وعلى الأساس من وقتها تابعت البحث، يعني ما وقفت، من وقتها تابعت البحث القرآن تدريجيا طبعا. سؤال، ما هو كان تخصصك قبل أن تقرأ القرآن؟ اللغات السامية. اللغات السامية، وما هي اللغات السامية التي تتقنها؟ أولا طبعا العربية والسريانية والعبرية. والآن أتساءل في المقدمة لماذا يجري التغافل عن الأخطاء التي ارتكبها نساخ القرآن الكريم وهي واضحة لكل ذي عقل سليم.
التستر عليها لا يعد دفاعا عن القرآن كما أرى، بل دفاعا عن المتسترين على الحقيقة. فهؤلاء وتحت شعار الغيرة على الدين، بل هؤلاء اختطفوا كما يبدو جهلا أو عمدا كتاب الله، وجعلوا قراءته شأنا حصريا بهم فقط، ولا يجوز مسه بالتالي إلا من قبلهم. لم يكتفوا بذلك، إنما راح أغلبهم يكفر كل من يقترب منه بهدف قراءته على الأقل، ويحاربون كل باحث يحاول أن يدرس كتابا نؤمن به جميعا. باختصار، أنهم ما اكتفوا بمنع الناس من قراءة ودراسة هذا القرآن، بل منعوا هم أنفسهم، منعوا أنفسهم من دراسة هذا القرآن بطريقة حقة، إنما فقط أخذ ومحاولة فرض على الجميع. الكارثة أنهم يتحدثون عن ضرورة العودة للدين الصحيح. الحسن، وافقنا على العودة، ولكن ظهر لنا أن الدين كله بصحيحه وخطئه كان قائما على أخطاء لا أول لها ولا آخر، أخطاء القرآن بريء منها بالكامل وبالمطلق، لكن الأخطاء هي أخطاء بشرية ويفترض أن تصحح. الدين بأفضل صورة في المخيل عن فكرة الدين الصحيح، هذه لو وجدت فستكون قائمة على قراءة خاطئة ولا علاقة لها بالأصل كله. هنا أسأل، ما الضير ممن يحاول تفسير القرآن بالمناهج الحديثة ويقدم قراءته ويضعها بين مختلف القراءات؟ القرآن نزل للناس جميعا، ومن حق الناس أن تقرأه، لأنه هو اسم قرآن، يعني أنت هذا موجود لكي يقرأ، وليس لأن يتلى ويصوت ويحفظه الأطفال والكبار والصغار. هذا الطقس، هذا عملية وثنية. ودائما تجد رجال الدين اللي هم كهنة بالحقيقة يميلون إلى جانب الكهنوتي، لأنه جانب الكهنوتي أو الطقسي هذا يجمع لهم الأنصار والناس البسطاء، يكسبونهم ويخدعهم بهذه الممارسات، فيتحول الكتاب إلى صنم بدلا من أن يكون كتاب، يكون منهل للمعرفة وللاطلاع، بحر واسع كما يصف القرآن نفسه، بحر واسع من المعاني والدلالات والتجليات الإلهية والروحانية. كل إنسان ينهل منه ما يشاء، لا أن يتحول إلى صوت فقط. أنا ابتدأت بدراسة القرآن بدون أي تأثير، لا من وجهة نظر العلماء الإسلاميات أي دراسات إسلامية، وإنما تطلعت في أول حال أو طبعا إلى التفاسير، بالأخص تفسير الطبري. وهناك لاحظت لأول مرة العبارة التي يعيدها مرات عديدة، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فأنا تساءلت لأي سبب أهل التفسير مختلفين، فهذا يعني بأنهم لم يفهموا التعبير العربي أو القرآن بالأحرى. ومن ثم ابتدأت بقراءة القرآن بنظريتين، نظرة إلى اللغة العربية وأخرى إلى اللغة السريانية. فتبين لي تدريجيا بأن المعنى السرياني يحل هذه المشكلة، أي يعطي للتعبير الغامض عربيا، يعطي للقرآن الكريم معنى واضح أوضح. هل هناك أمثلة لذلك؟ طبعا، مثلا نأخذ سورة الجن، حيث يقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. السؤال الأول، من المقصود بعبد الله؟ القرآن الكريم في سورة مريم يقول بعد ولادة المسيح إني عبد الله، فإذا عبد الله هي صفة للمسيح، فلما قام عبد الله ماذا تعني هذه العبارة؟ قام بعد صلبه، بعد ثالث يوم من صلبه قام من القبر، والقرآن الكريم يذكر ثلاث مرات سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فإذا المقصود به المسيح. لما قام عبد الله يدعوه أي قيامة المسيح بعد الموت، قام. ولكن هناك آية قرآنية يا دكتور سبر، وهناك آية قرآنية حاسمة فاصلة في هذا الأمر، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني أنت يعني هذا تأويل، يعني فإذا اسمحوا لي وهذا تفضل اسمحوا لي أن أشرح لكم هذه العبارة. أولا، القرآن الكريم يذكر ادعاء اليهود إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، والقرآن يجيب على هذا الادعاء، وما قتلوه وما صلبوه، ما صلبوه تعني أي أن الصلب لم يؤدي إلى موته النهائي. تعني ده عند مين بقى يا فندم؟ تعني ده في تفسيرك، في رؤيتك، بل في فهمك. لكن شبه، اسمح لي، لا اسمح شوي، ولكن شبه لهم آرميا، تعني خيل لهم. ماذا خيل لهم؟ قتله وليس صلبه. ولذا تنتهي هذه الآية الكريمة بما يلي وما قتلوه يقينا، أي بمجرد أنه قام بالثالث بعد ثلاثة أيام فهذا يعني أنه لم يمت، بل رفعه الله إليه، لكن بعد قيامته رفعه إليه. ولذا ما لاحظه، من لم يلاحظه المفسرون حتى الآن، أن هذه الآية الكريمة في سورة الجن تعبر عن قيام المسيح من القبر، لما قام عبد الله يدعوه
أي ما زال يدعو ربه في منطق. أنا أدافع عن القرآن. أنا أدافع عن القرآن. كما سمعتم كما ستسمعون أنه الرجل يقول أنا أدافع عن القرآن وأنا أصدقه في هذا الكلام. من هو لوكسنبورغ؟ هو مؤرخ وعالم لغات ألماني، أصل عربي مسيحي من سوريا، أنا أعتقد من سوريا، من اللي هجت مرات أشعر به أنه من سوريا، وتحديدا المناطق قريبة على دمشق يعني، ويعني قريبة جنوب دمشق أنا أشت بها، يعني من اللي هجت أشعر به من تلك المنطقة، لكن هذا رأي لا ما أعرف. بس عموما هو اسمه معناه بالألمانية جبل النور، يعني من لوكسنبورغ. البورخ بالألمانية هو بورغ، بالهولندي أن نسميه بورخ، فهو لوكسنبورغ جبل النور. هو مستعار وحسب نصيحة من أصدقائه. اشتهر بكتابة قراءة أرامية سريانية قرآن. وماذا قال في هذا الكتاب؟ افترض افتراضين أساسيين. قال إن هناك إمكانية لتفسير القرآن بالاستعانة باللغة السريانية والآرامية القديمة. الافتراض الثاني قال إن أول نسخة جمعت وأصبحت تسمى القرآن كتبت بالخط والحرف السرياني كما تكتب حاليا اللغتان الفارسية والكردية بالخط العربي، وهذا ما سبب أخطاء كبيرة في النقل، وقال ينبغي تصحيح هذه الأخطاء. أنا لا أدعي أن كل القرآن هو سرياني، وإنما في بعض الأشياء مش ممكن نفهمها إلا مثل، لكن عبد الله لا، عبد الله عربي صحيح، لكن كلمة الله هي سريانية. طب يعني لنذهب إلى الأمثلة الأكثر وضوحاً العالي بالتحليل اللغوي، بأن بالأساس نص القرآن الكريم كتب بالأول بالخط السرياني المسمى بالكرشوني، وبالأبجدية السريانية اللام والعين يشبه بعض، الناسخ استنساخ خاطئ لحرف العين، ولذا الصح أن نقرأها كادوا يكونون عليه عبادا وليس لبدا، أي كادوا يعبدونه كإله. والمسيح يعترض ويقول قل إنما أعبد ربي ولا أشرك به أحدا. في رأيي يعني هو احنا نفهم خطأ عندما يقول أنه قدم قراءة سريانية القرآن، هذا خطأ، لأنه لا القرآن هو عربي صرف ولا السريانية هي سريانية صرف، كلاهما أتوا من أم وحاضنة واحدة هي الآرامية، والآرامية أتت من خلال الأكادية والمناخ المنطقة بأكملها كما يسمى أم اللغات السامية هي الأكادية تقريبا والكنعانية القديمة، وهذه همها الاثنين هم شكلوا الأم الكبيرة لهذه اللغة، وبالتالي الكلمة القرآنية العربية الآن هي كلمة لها جذر قديم، هذا يسموه الإتيمولوجي، الإتيمولوجي هذا هو علم جديد لا سابقة معرفة للناس به، كل المفسرين وحتى يومنا لا علم لهم، فالرجل أتى بهذه الدراسة، وعلينا أن لا نقول بأنه يقرأ قراءة سريانية للقرآن، لا، هو الرجل عنده علم باللغات القديمة ويعرف كيف تسربت وكيف تحولت جذور الكلمات وتنوعت، وراح أقدم فيديوهات خاصة بهذا الموضوع. الكتاب ترجم إلى الإنجليزية سنة 2007، عندي النسخة الإنجليزية لمن يرغب. الفرنسية أعتقد صدرت أو لا، بالفارسية صادرة، لكن الفارسية شوفوا أيضا ملاحظة أنه شوف إيران رغم التشدد الديني عندهم لكن ما يمانعون من دراسة القرآن، لازم الجانب السني ينتبه على هذا الموضوع ويسبق الإيرانيين. الإيرانيين عرضوا مسلسلات خاصة بسيرة الرسول وعمر والخلفاء، فهم كان ممنوع بالجانب السني أنه تظهر صور الخلفاء، يؤدى دور الخلفاء ويعتبر أن هذا حرام، لكن بعد ذلك ألغوا هذه الفتوى فقط لأن الإيرانيين بدأوا ينشرون يعني خطابهم الديني عن طريق السينما. الآن أعتقد الأمر نفسه يجب أن يترجم هذا الكتاب أو ينشر أو يدرس في معاهد والكليات الشريعة، لأنها الرجل قدم قراءة، وأعتقد لا يضير أحد أنه واحد ينتصف للقرآن أخيرا ويقرأه بالقراءة الصحيحة، وهو يبقى كتاب عربي، الرجل فقط قال هذه نظريته، وراح تعرفون تفاصيلها، هي مجرد خط كتب بالخط السرياني، لكن هو الكتاب عربي 100%، وإذا كان أكو شيء له علاقة بالسريانية فهو لأنهما أخوة وأشقاء، يعني لغات شقيقة ومن ضمن المنطقة والحاضنة اللغوية المشتركة. طبعا هو أكو شيء واحد أنه لوكسنبورغ، أنا أسميه لوكسي، هو ينتمي لتيار يعد متطرف، وأنا أدي كثير من الاعتراضات على هذا التيار، ويبالغ كثيرا في تصور الأمور ويطرح فرضيات
صعبة التقبل وتتناقض إلى حد كبير جدا مع الخطاب أو المرويات العربية الإسلامية. هذا التيار يدرس القرآن باعتباره نص ويركز عليه كما هو بمعزل عن المحيط مالته. على فكرة الدريدة يقول بأنه لا شيء خارج النص على الإطلاق، كل شيء داخل النص. فهاي الفكرة التفكيكية الأساسية يبدو هم ماشيين عليها. طبعا اكو مستشرقين كثيرين هاجموا لوكسمبورغ، هم كلهم دول نقدوا مدرسة وانس برو، وراح اقدم دراسة حولها يعني سلسلة حلقات عن الإسلام المبكر. هذه انا ابدا بها بالحلقة الاولى الخاصة بقراءة القرآن. المسألة قبل ان تحاول ان تدرس الإسلام المبكر يجب ان تقرأ القرآن، لانه اقدم نص اسلامي، لا يوجد نص اقدم منه. كل احنا واثقين من هذا الكتاب وهو وتاريخه وكل الكتب الإسلامية الأخرى أتت بعده بقرن ونصف على الأقل. ما هي المشكلة الآن؟ كما نعرف أنه كل بحث فيه مشكلة، لأن أنت عندما تتصدى للبحث أو قيام بأي عملية بحث لابد وجود إشكال. لكي تدرس إشكالية يجب أن تعرف تاريخها، ظروفها، ما قيل عنها، كل التفاصيل خاصة بها. أولا لنأخذ نظرة تاريخية كما أقول. المشكلة هي بدأت عندما ظهر فجأة كتاب مقدس كامل بلغة عالية المستوى وتتضمن عمق معرفي وثقافي وروحي كبير جدا في ذلك الزمان، أي منتصف القرن السابع الميلادي. هذا الكتاب يتحدث عن رسول اسمه ولقبه أو اسمه محمد عليه صلى الله عليه وسلم، وبلغة لا يوجد لها تاريخ سابق مدون. ما هي المشكلة؟ أنا لن أقول صلى الله عليه وسلم لأنني الآن في معرض بحث ولست في جامع يعني، فلابد ولا أتحدث عن نفسي، أتحدث عن موضوع ومشكلة ألفت الأنظار لهذا الموضوع لكي يجري فهمه بطريقة صحيحة. أنا لا أتحدث عن نفسي، إنما أتحدث عن شيء وموضوع نحاول فهمه وعرضه، وتبقى هي كلها مسألة افتراضات وآراء. يعني لا يحاسبني أحد على قول شيء قل لي لماذا قلت هذا، قل لي أنت خطأ مثلا في كذا وكذا، هي لا أكثر ولا أقل. أما تقول أنت كافر وأنت كذا، هذا موضوع مختلف، هذا للجهلة. الناس الجاهل لا يفهم شيء ولا يريد يفهم شيء، يعتقد أنه كل شيء له علاقة بالدين يجب أن لا يناقش لا يمس، يعني يحول الأشياء إلى صنمية وطقسية، يحول الدين كله إلى وثن، وهذا الوثن يجب أن لا نمسه. وهذا التعليم الديني بالجوامع وهكذا تعلموا، أنه لا تدخل في موضوع لا تفهمه، يعلموه يخاف حتى يسيطرون عليه بعد ذلك. المهم نبدأ عن مشكلة التفسير. أول معالم المشكلة ظهرت متى؟ صارت غزوة للعرب في أرمينيا، هناك اختلف الفاتحين حول آية معينة، فراسلوا الخليفة عثمان، أمر بعدها بتشكيل لجنة برئاسة زيد هي اللي جمعت المصحف. أكو جمع سابق كان جمع بس للمواد المصحف، والجمع اللي صار بزمن عثمان هو من أجل تشكيل كتاب واحد، واختلفوا على تسميته مصحف وقرآن. بالنهاية اختاروا كلمة قرآن اللي هي سريانية الأصل كما معروف، وبها إشكالات كثيرة لأن الآن الهمزة والمد ما موجودة بالأضافة الخليل الفراهيدي بعد ذلك بقرن ونصف تقريبا. عثمان جمع المصاحف وأحرق كل النسخ الأخرى، وضعها بالخل، خللها يعني، وأشعل فيها النار، وانتهت هذه المصاحف، وبقي مصحف واحد هو أنا كما أرى هو مصحف زيد. بينها اللي احترقت مصحف أبي وابن كعب، واللي هو كان حاخام يهودي أعلن إسلامه، وحاخام تعني حكيم يعني اشتقاقها العربي. وأيضا مسعود بعد ذلك اعترض على هذا الموضوع وقالك آيات، جلده وكسر ضلاع عثمان بسبب اعتراضه، وعلى أثرها مسعود مات، رغم أنه مسعود عبد الله بن مسعود هو شخص سادس أو سابع شخص أعلن إسلامه من أيام مكة، يعني شخص قطع إذن أبو جهل، ويعني شخص علم كبير. أكو رواية أخرى عن بعدين راح أتطرق لها، قناة خالد بلكين قال بأنه حتى حادثة فدك مع فاطمة بنت الرسول كانت بسبب المصاحف اللي كانت تحت سرير الرسول أو في يوم وفاته وأخذها إمام علي. ما يثير الريب الآن الكبيرة هو سبب عدم تفسير الرسول في حياته للقرآن، فهل يا ترى هو لم يفسر القرآن الذي جاء به بنفسه أو يشرح ما لديه؟ هل هذا معقول؟ فأنا أتوقع شخصيا أنه جرى حذف هذا الشيء، نقلوا الأخبار التي تتعلق بالقضايا الشخصية وقضايا المعرفية الكبيرة والمحددة تم إلغاها أو تجاهلها، ومن بينها أيضا
خطب الجمعة. هو يعني حاكم أصبح لعشر سنوات أو ثمان سنوات من آخر حياته، هو يعني مثل رئيس دولة، رئيس مساحة هائلة تقريبا مليون كيلومتر يعني من اليمن إلى البحرين إلى شمال الجزيرة العربية، فهذا منطقة شاسعة هو كان يحكمها. فكيف ممكن أنه رجل ما عنده خطب؟ فكيف ينقلون أخبار بينه وبين يعني في غرفة نومه ولا ينقل؟ المهم هذا موضوع خلينا على صف. سؤال أستاذ، لماذا لم يتم البدء بتفسير كلمات القرآن أولا بالاعتماد على معاجم اللغة العربية قبل اللجوء للغة السريانية؟ هناك بعض المعاجم هي أقدم من كتب المفسرين. ليس لدينا إلا كتب التفسير، وحسب علمي أن طبري هو أقدم المفسرين. لكن ماذا عن المعاجم مثلا، قواميس اللغة؟ يمدين على العربية طبعا، لأنه لا ننسى أنه العربية الفصحى تم تثبيتها بالنحو العربي في النصف الثاني للقرن الثامن مع سيبويه، ومن هناك نلاحظ نشاط الأدباء العرب، يعني من هناك كثرة الكتب أصبحت في من القرن الثامن وما بعد، يعني من أيام العباسيين بشكل لم يسبق له مثال. فإذا بعدما توطدت اللغة العربية الفصحى اضطر طبعا المفسرون أن يشرحوا حسب مفهومهم العربية الفصحى، لا أكثر ولا أقل. لم يفكروا بغير لغة، لأنه أصبحت اللغة العربية هي اللغة الكتابية الفصحى. نا نجي إلى التفسير، أنا راح أدي حلقة راح أطلعها خدعة التفسير، إنه الكتاب لا يفسر، إنه أنت ما تحتاج تفسر، أنت تعلمني قبل أن تفسر كيف تفسر، أنت كيف تفهم، ولا تشرح للغة. موضوع التفسير يختلف عن موضوع الفهم. أولا أنا أريد أعرف أنت دماغك كيف يعمل وكيف يفهم. ابن عباس عنده نظرية يقول أن تفسير القرآن قسمه إلى أربع أقسام. الأول قسم يقول هذا بالقرآن كل واحد يفهمه وما يحتاج تفسير. القسم الثاني يقول هذا لا يفهم إلا وفق قواعد اللغة العربية. والقسم الثالث يقول لا يفهمه ولا يعرفه إلا العلماء الراسخون في العلم. أما القسم الرابع فلا يعلم تأويله إلا الله. وهذا القسم الرابع شيء عجيب طبعا، وهو طبعا هذا التقسيم الرباعي جرى اعتماده عند جميع رجال الدين حتى يومنا هذا. هذا الحديث الخاص بابن عباس يعني تقسيم عجيب، يعني يقول لك انه لا يعلم تأويله الا الله. اذن شخص يبعث لك رسالة، يعني تخيلوا هذا المسألة، شخص او كائن علوي يبعث لك رسالة، وخلنا نفترض شخص ما مقبولة حتى من الشخص العادي، انا ابعث لك رسالة واقول لك ما راح تفهمها، زين انا ليش ابعث لك هذه الرسالة؟ فكيف بإله عالي متعالي يبعث رسالة إلى البشرية كلها؟ فهذا كلام عجيب، أنا أترك لكم يعني كلام غير معقول. المهم النتيجة هذه كان يبدو مقصودة، يعني حتى شنو؟ حتى يصير نوع من الوكالة الحصرية بتفسير القرآن الكريم واختطاف هذا النص لصالح فئة محددة هي التي تتولى عملية تفسيره وشرحه، ولا يجوز لغيرهم القيام بهذا الأمر. ولهذا شوفون عملية تحفيظ مستمرة، حفظ وحفظ، والدولة تسوي مسابقات لحفظ القرآن، وهي قضية كلها كاذيب في أكاذيب. أنت ما فهم القرآن، تسوي مسابقات لفهم القرآن، إذا أنت فعلا تريد أن تناصر القرآن وتنتصف له و تجل هذا الكتاب فعلا، انما لا تحفظ للقران، ما جدول الحفظ. وعندما ياتي احد يحاول ان يفهم يقول لك لا انت لا حق لك بالكلام. على كل حال اهم تفسير ادي الفيديو راح انزله بعد، انا قبل سنه نشرته راح اعيد نشره من جديد عن خدعة تفسير القران. اهم تفسير هو تفسير الطبري كما هو معروف، هو بيطرح لكل الاراء وكل ايه في القران. وممكن توقفون الفيديو حتى تشوفون هذه، راح اطلع سكرين شوت لطريقه او منهج الطبري في تفسير القران. بالنتيجه خلاصه ما جرى عبر قرون على ارض الواقع ان كتاب الله ما لم يرسل للناس جميعا كما يقول الكتاب نفسه، انما لفئه محدده وعلى الناس اتباعها، يعني مو الناس تتبعها، لا وحتى رب العالمين يتبع هاي القراءه. يعني الان كتاب انزل وارسل للناس لكي يتبعوه، ولكن بالحقيقة أصبح على الله أن يتبع هذه القراءة، والقرآن أن يتبع الآخرين، أي أصبح الله أصبح هو التابع وليس المتبوع. في منطق أنا بدافع عن القرآن. أنواع المشاكل بتفسير هذا النص المؤسس المقدس. أولا مشكلة تاريخية، فما نعرف تاريخ مثبت للأحداث اللي يتحدث عنها القرآن،
ولا أحد يعرف أين نزل ومتى وكيف، وهذه من مسؤولية الذين نقلوا لنا الرواية الدينية وتنازلوا عن هذا الشيء ويبدو أخفوها لغرض في نفس يعقوب كما يقول القرآن الكريم نفسه. مشكلة لغوية ثانيا، فنجد هناك كلمات وجمل غامضة لم تفسر ولم يستطع المفسرين تفسيرها على اختلافهم، ومنها كلمات أساسية جدا مثل وحي، محمد، إسلام، قرآن، دين، فهذه كلمات غامضة جدا. وراح أقدم بحلقات قصيرة قراءة المفسرين قدماء الغامضة لها وقراءة لوكسمبورغ الجديدة التي واضحة وأعتقد تقدم شيء أخيرا، تستطيع أن تفتح هذا الكتاب وتفهم عن طريق ما قدم لوكسمبورغ، مع اعتراضنا على مقترحاته لكنه قدم شيء أفضل من غيره. هذا بالمقارنة لا يعني أنه قدم شيء صحيح، لكنه قدم أخيرا أول شخص أنا أسمعه وأفهم القرآن وأنتصر للقرآن، بحيث أنه أشياء مثل ما ملكت أيمانكم اللي شوهت سمعة الرسول الكريم وتحدث عنها الكثيرون، الآن هذا الرجل فسرها أنه شرحها بطريقة ممتازة، وعلينا يعني تنتصف لكل ما أسيء فهمه. كثير من الأشياء يعني أشياء بصراحة واحد يفتخر أنه يسمع أن هذا القرآن العظيم أخيرا هذه الأخطاء اللي هي مجرد أخطاء إملائية لا أكثر. الرجل هو مصحح لغوي، يعني هو يعني مصحح لغوي من طراز رفيع جدا، أستاذ الأساتذة في التصحيح، لأنه لا يجيد فقط اللغة العربية، اللي يجيد السريانية والأبرية وأدى لغة ألمانية وإنجليزية وفرنسية، فرجل هو مصنع لغوي يعني يعرف كيف، ما موجودة هاي الصفة عند الآخرين، ماكو واحد مفسر مفسرين يعرف لغات أخرى من لغات سامية أقصد. فهذه حاضنة لغوية ورصيد لغوي هائل كبير، هو رجل متبحر به وفنى عمره في دراسته، فأنا ما أمدح به فقط، هو هايبك، هو رجل واكله يعني مو مدح فقط، هذا هو إنصاف للرجل، وصحيح هو عند اندفاع وعند حماسة، لكن بكل أحوال قدم قراءة أفضل من غيره بالمقارنة، وهذه القراءة أنا أعتقد راح يصير عليها تطوير هائل، وستكون هي الأساس الذي يبنى عليه كل تفسير وكل جهد ديني مستقبلا. أعتقد أيضا هنا هو قدم مشكلة، مشاكل التفسير مشكلة تحريرية، فماذا ما نعرف، لا نعرف هل هو كتاب، هل هو مصحف مؤلف أو مجمع من صحف متنوعة، ما هو اسم الكتاب، هل هو قرآن أم مصحف، أين أيهما الإلهي، هل الإلهي هو القرآن أم البشري هو المصحف، فما نعرف يعني الشغلة غامضة. وأيضا هل قرأ هذا الكتاب يعني مثل ما سأل المفكر يوسف الصديق التونسي. أيضا المشكلة الرابعة الخامسة هي مشكلة وثائقية، فما لا وجود لأي وثيقة تؤكد زمن ظهور القرآن بين سنتي 610 إلى 632 ميلادية اللي تحدث عنها حسب الرواية الإسلامية، ماكو أي وثيقة، ويعني ماكو على شكل قال هناك كتاب اسمه القرآن ونزل وهو كتاب محفوظ كما تحدث عنه المسلمون، أين هذه الوثيقة، لماذا تم تدميرها، لا يمكن أن يكون هناك كتاب مقدس اعتز به المسلمين وأثيرت عليه حروب وطاحنة ولا توجد نسخة منه، بل ولا توجد نسخة مصحف عثمان، هذه التساؤلات مشروعة، لماذا يتم تجاهلها؟ يبدو لصالح طبقة من الحكام ورجال الدين المنتفعين خشية على مصالحهم. أنا أدافع عن القرآن. قبل أن أتطرق إلى موضوع لوكسمبورغ أقول أنه ما هي التفاسير القديمة للقرآن، ما هي أهداف هذه التفاسير، عندما نكتشف أهداف هذه التفاسير سنعرف لماذا يجري تفسير القرآن، هل يجري تفسير القرآن لكي يفهم أم لأمر آخر، أنت عندما تبادر لشرح معين لابد عندك هدف، فهدفك هل هو الفهم، وهذا الفهم لأجل ماذا، إن التفسير في جوهره هو محاولة المفسر أن يربط سياق نص القرآن بسياقه الفكري والسياسي والاجتماعي، إنها عملية خلق معنى، لأن ما يتأوله العالم من النص المقروء ليس مذكورا في النص نفسه صراحة، والتفسير لا يراعي على الدوام نحو القرآن وسياقه، إنه بالتالي نوع من التأليف الذي يخلق ويفرض معنى على القرآن بدلا من أن يدع القرآن يفرض معناه الذي أرسله الله عليه.
تتمثل في فهم القرآن لمعرفة الأحكام الشرعية الواردة في هذا القرآن. ثانيا تثبيت أصول العقيدة في النفس. ثالثا معرفة أحداث السيرة النبوية وأخبار الأمم السابقة. فهذه الغايات الثلاثة لن نجد فيها الفهم المعرفي الذي يحاول أن يرتقي بروح الإنسان المسلم والمتدين. يعني ليس الهدف أن تقرأ القرآن لكي تضيء روحك، لكي تشعر بنوع من التجلي والصلة، صلتك كفرد كمتدين أو مؤمن بالله تعالى. فهذا الموضوع مو مهم بالنسبة لهم، المهم أنهم فقط يطلعون أحكام ويطلعون قوانين يطبقوها على الجميع ويحكمونهم باسمها. هذه هي القضية، غاية التفسير، وبالتالي هي غاية لا أعتقد غاية نزيهة في جميع الأحوال، ليست بالغاية النزيهة. الغاية هي غاية سلطة وتحكم وسيطرة على الناس، وهذا يعني هي غاية جيدة. يعني ما لا أقصد غير نزيهة من حيث أنها لابد أنه تطلع أحكام وتعتبر هذا الكتاب النص المؤسس، تطلع من عنده قوانين تسير بها شؤون الناس، لكن عندما يكون هدفك الوحيد هو هذا، هاي غاية تصير غير نزيهة، لأنك ما عندك الأسس الفهم، يعني ما سويت لك منظومة ذهنية معرفية أساسية قبل أن تفسر هذا الكتاب وتضع القوانين وأحكام. ما عندك منظومة، أنت رحت قطع يد لك، لكنك ما عندك فلسفة للعقاب قبل أن تفهم ما هو مفهوم القانوني للعقاب. هذا موضوع العلاقة نتحدث عنه لاحقا، انه قطع يد ما يعني اوكي هذا قطع، بس يدقق الموضوع هذا، ما هذا صحيح او خطا، ويدقق، لكنه انت لازم تضع منظومه اخلاقيه للعقاب. هذا مثال حتى ما اطول الكلام في هذا الموضوع. اللي اريد اقوله انه هاي الغايات اللي وضعها المفسرون لا تتطابق مع غايه لوكسمبورغ في شرحه ولا غيره من الناس الباحثين الملتزمين بالمنهج العلمي، لأن هؤلاء كما قلت غاياتهم حشدية، ما تهدف لي أو لا تهدف لخدمة الحقيقة ولا خدمة الناس، إنما التحكم بهم والسيطرة عليهم. وباعتبار أنه الناس بالنسبة للمنظور لرجل الدين الناس شياطين وتمتلك نفوس يتلاعب بها الشيطان، والإنسان هو الشيطان، يعني عندما لا يكون مؤمن بالنسبة للعقل الديني الذي جرى تأسيسه أو ترويضة أو تدجينة، هذا بالنسبة لكل نفوس نفوس شياطين ويجب السيطرة عليها لأجل الجماعة والعبادة الصحيحة. أي أن كتاب الله أصبح بالنسبة لهم مجرد أداة، على هذه الأداة أن تستجيب لمن يستعملها من جهة، ويطيع المؤمنون من يستعمل هذه الأداة بشكل أعمى ودون نقاش عليه. هذا يؤدي بنا إلى ماذا؟ خلينا نفهم لماذا جرى منع الاستعانة باللغات الأخرى لفهم لغة القرآن، والقرآن ظهر في حاضنة لا فيها دين، كان لا ما كان فيها إسلام، ولا ما كان فيها شيء دين اسمه إسلام، دين مؤسسة يعني أركان وعقيدة وأصول فقه، يعني ما زال بواكير ظهور دين دعوة فقط، ما تأسس كمؤسسة حقيقية دينية مثل ما صار بعد قرنين من الزمن، ولا كان أكو قرآن، كان يعني قصاصات أو آيات متناثرة، ماكو شيء اسمه كتاب، زين، ولا كان أكو قواميس ولا معاجم ولا لغة عربية. فهذه كلها ورفضوا مع هذا الاستعانة باللغات الأخرى لفهم لغة القرآن اللي هي صحيح عربية، لكن هي أين ظهرت؟ لم تأتي من السماء، لكن المشكلة وين؟ كان يعتبرون أنه هذه الفكرة القديمة أنه اللغة تلتحق بالدين، يعني مثل ما أنه اللغة تلتحق مثل ما يلتحق الإنسان بقبيلته أو بقوميته، فأيضا الدين يلتحق بلغة الخاصة. هذا راح أوضحه بحلقة منفصلة، وأتحدث أنه السريانية هي لغة ملحقة بالمسيحية، وأصبح بعد ذلك من الضروري أن يكون هنالك دين إسلامي ملحق بالعربية. فهذا باكيج، يعني باكيج واحد، باكيت واحد، فما يقدر. فأنت عندما تستعين بالسريانية لأن هي شقيقة العربية وهي ظهرت في الحاضنة السريانية العربية، لكن لا، هاي تستعين معناته اللي جاءت إلى الدين الآخر اللي أنت تريد تتميز عنه. فهذه مسألة راح أوضح لها تفاصيلها وأستقرأ تاريخها في حلقة منفصلة. طبعا هذول استعانوا بهذا التراث بشكل غير معلن، لأنه هم بكل أحوال ما يعيشون على القمر، يعني
بس ما هذا هم يعني، لأنه لابد، لكن اللي فعلوا هذا لكن بدون أن يعلنوه وبشكل غير معلن، واللي فعلوا هذا بشكل غير معلن أيضا جرى نقدهم واتهامهم بأنهم يستعينون بالإسرائيليات، أو طلع هذا المصطلح الإسرائيليات، واللي جرى يعني رفضها والتبرع منها رغم أنه الدين الإسلامي وبأكمله يعني هو كتاب مامو يعني أحداثها كلها لا تجري في مكة ولا بالجزيرة العربية، يعني 90% من الكتاب أيضا أحداثها تتوح على الأنبياء مناطق، يعني تحدث عن فلسطين منطقة إسرائيل ومنطقة اليهودية ومشكلة اليهودية، هو كلها هناك الأحداث، فالكتاب ما تلقاه موجود حتى الآن. راح أطلع فيديوهات أنه الدكتور لوكسمبرغ سلسلة فيديوهات قصيرة يتحدث بها أنه قريش لا وجود لكلمة قريش في القرآن، ولا وجود لكلمة يثرب، ولا وجود لكلمة يعني موجودة يثرب لكن ليست يثرب هذه، وأيضا لا وجود لشيء اسمه عرفات، ولا وجود لكثير من أشياء، يعني حتى كثير من الظنون ما كان جرى فهمها بطريقة مختلفة، وهي آراء مطروحة وممكن يردون عليه الرجل عنده حجج قوية، اللي يريد يرد عليه راح أعرض هذه الفيديوهات وتقول لكم أن تجدون ما هو ممكن للرد عليه ومناقشته. طبعا هذول اضطروا للاستعانة بالتراث مثل ما قلت، ولكن تبرؤوا من هذه الاستعانة وأعلنوا أنهم يعتمدون على اللغة العربية وآدابها، لأنه بعد قرنين من الزمن ظهرت معاجم وظهرت آداب وظهرت كثير من يعني طارعتهم مادة أساسية يقدرون يعني أسسون عليها هذا الدين ويعتمدون على العربية فقط، وبعض الأحيان إذا طلعت كلمات يقولون هذه أصلها من اليونانية أصلها كذا، يعني يشتتون الأنظار ولا يركزون على الحاضنة التي ولد على شقيقة اللغة العربية اللي هي السريانية، وأمها أمهم اثنينهم الأكبر اللي هي الآرامية كما قلت. وهذا سبب أنه ليش؟ لأنه الفكرة الأساسية الجوهرية للإسلام ولتأسيس دين اسمه إسلام هي أنه دين عمودي قادم من السماء ولا علاقة له بالأرض ولا نوائب الزمان، وهذه الحجة نفسها هي اللي تنتشر كما راح نلاحظ بجميع مفاصل الدين اللي شارك بصناعته مئات الفقهاء، وهذا اللي أدى بعد ذلك إلى أن يطمحون لتأسيس كل شيء من الصفر مع الادعاء الأصالة المطلقة لهذا الدين. هذا الدين أتى كان موجود في الجنة قبل الوجود، وهذا أسسوا لغة جديدة ووضعوا القرآن وتفاسيره، جمعوا المصحف ودققوا وحققوا يعني، وأيضا وضعوا حديث نبوي لأنه وجدوا أن هذا المصحف لا يكفيهم، فألفوا عليه حديث كلها روايات لا يصح منها إلا القليل، وكلها يعني يجب أن تكون معرض بحث، وهذا كلام يعني الناس هذا شغل بشري، هؤلاء كلهم اشتغلوا على فكرة الحديث والعنعنات، هذا مسألة لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن من حق الناس أن تفكر وتجد حلول لهذه المشاكل التي الآن بدأنا نفكك ونستقرأ ما بين السطور ونجد أشياء لا يمكن تغافل عنها. لم يعد العلم حبيس التكايا والجوامع وخاص أنه الآن تضغط زر أو زرين تقرأ وتطلع على كل شيء، الآن مسؤولية كبيرة جدا على رجال الدين، لدينا ملايين أو مليون رجل دين، هؤلاء عاطلون عن العمل، يعني يأكلون ويصوصون بالعراقي، يعني لا نفع لهم ولا دفع، فقط مضرة، ولا يقدمون لنا بحوثا حقيقية لدين الآن أصبح تحت الأنظار ومتهم بعشرات الاتهامات التي هو يقولون بريء منها، لكنه كيف تثبت أنه بريء منها؟ عليك أن تبحث وتدرس وتدقق وتصفي هذا الغث الكثير داخل هذا التراث المشبوه بالسلاطين وأحكامهم وحاجاتهم وأغراضهم وتداخلات لا أول لها ولا آخر. هكذا تم تأسيس معالم لغة جديدة كليا بقواعدها ونحوها وصرفها ومعاجمها، كذلك منظومة دينية متكاملة تتحكم وتشرف على جميع مفاصل الحياة، ظهرت المذاهب الدينية المختلفة والعلوم الدينية أيضا المختلفة، وكانت حركة الترجمة في ذلك الوقت خاصة في الفترة العهد العباسي الأول هي الإحراج الأكبر اللي واجهها قادة هذا المشروع،
وكان لابد من مواجهة ما نتج عنه من حركة فكرية كبيرة تمثلت بظهور المعتزلة والكتاب والفلاسفة والمتصوفة. أيضا عزلة هذا الدين عن غيره كانت عزلة لا نظير لها في التاريخ في رأيي، فهو يتنصل من كل شيء وهو موجود تلقى في كل تفاصيل هذا الدين، يعني كأنما هو كما قلت موجود وراء الحجب وقبل الخلق، هو جاي جاهز هذا الدين وكامل، ويعني وحتى هذا الإيمان مزروع في ظهر آدم قبل ولادته. المهم نلاحظ دائما لهذا السبب حتى هاي اللحظة يشوف أكو رعب هائل من الإشارة ولو بشكل بسيط إلى وجود شيء قادم من خارج الإسلام أو خارج هذا الدين. فدائما وأي شخص يحاول أن يتعرض إلى هذا الدين ويقول يا أكو مشكلة، لا تحاول، ألغي. فهذا التحسس حول الدين إلى وثن هائل كبير، والكل يخشى الاقتراب منه، وحول رجال الدين إلى أوثان لا يجوز الاقتراب منهم. أنا عندي حلقة راح أقدمها ما زلت أعدلها، إنه الناس لا تعبد الله جل جلاله ولا تؤمن بالرسول لا بالقرآن ولا بالإسلام، إنما تؤمن وتعبد رجال الدين حصرا. كل واحد تربى وتعلم على دين معين من قبل رجل دين معين هو هذا الذي يعبده وليس شيئا آخر، لأنه هو الواسطة التي تعلم وآمن بهذا الدين عن طريقه، فبالتالي هو يعبد رجل الدين ويرفض أي شيء آخر خارج هذا التعليم. نتيجة هذه العزلة للدين الإسلامي حسب كل منطقة، لأنه ماكو إسلام واحد، ماكو إسلامات متعددة لكنهم كلهم يجتمعون في مواصفات عامة. النتيجة النهائية هذا الدين فشل في الذي صنعه الفقهاء، الدين الشائع ولا عن الدين الذي في القلوب، ومع احترامي وللناس اللي مؤمنين به بكل دين احترام الشديد لهم والصادق، هذا الدين ما قدر اللي صنع الفقهاء ما قدر يتواصل بأي شكل مع الآخر، فهو ظل دائما يعتقد أن كل ما عداه لا يستحق الاقتداء ولا التشبه ولا حتى التمثل والتقليد. الآخر بالنسبة لهذا الدين ليس كافرا فقط، بل إنه غير موجود ويسمى نجس وما إلى ذلك ويتم تحاشيل هذا. شوف المسلم دائما هو يسير وقفصه معه، يعني أينما يذهب حتى إذا يروح البلدان الغرب تجده ينجذب مناطسين إلى جماعته ولا يستطيع الاختلاط مع الآخرين، حتى إذا شفته هو يعني في آخر موديل وحديث جدا في أفكاره، لكنه قفص الذهني الغير مرئي يرافقه أينما حل أو ارتحل. بصراحة أستغرب هذا الدين، طبيعة هذا الدين الذي خلقه الفقهاء، ويعني وأهنئهم عليه لأنهم أثبتوا بأنه يعني ناجح، عمليا ناجح في الحياة وبشكل القديم نفسه، وما زال يحقق النجاحات، وهذه معجزة يعني يصعب تصديقها. ربما المشكلة بالكائن البشري نفسه كيف تقبل هذا الدين، ويعني بصراحة يعني لابد أن أبارك لهم هذا الجهد رغم أنه جهد شرير في جوهر. الإجابات على مشكلة التفسير كثيرة جدا في العصر الحديث، لكنها كلها إجابات تقليدية ولا تقدم جديدا، إلا ما هي تؤسس على خطأ، يعني هو الأساس الموجود هو خطأ أنت، وتفسر وتظن أن هنالك شيء صحيح أو هناك تفسير صحيح، وهذا وهم غير موجود. معظم التفسير مثل تفسير المنار الثنائي محمد عبده هو رشيد رضا اللي هو أستاذ البنة، وهو أستاذ الدواعش والإخوان لاحقا، أيضا تفسير المراغي والطاهر بن عاشور وسيد قطب ومغنية الشيعي، الأمثل أيضا للشيرازي والميزان للطباطبائي اللي يعتبر هذا فيلسوف وكتاب تفسير الميزان، تفسير مهم حتى الطالقاني أيضا عند التفسير، أكو بهم بعضهم مركز على جوانب وأبعاد علمية بالتفسير مثل طنطاوي، عبد الرزاق نوفل، مهدي بازرقان، مصطفى محمود، غيرهم هواي كثيرين. يعني طبعا انا اعتبر انه من اهم الاجابات على هاي المشكله هو ما قدم نظريه لوكسمبورغ، وهي نظريه ما زالت في بداياتها، واعتقد انه راح تشكل فاتحه لمنهج جديد بالتفسير كليا، وهو لا يعني انه صحيح لو اكرر، لانه دائما لان هاي الطريقه انه لا طريقتنا بالتفكير كما اشرت لك قبل شويه انه لا ياتي شيء خارج الدين الشائع او تعليمات الدين الشائع، خلينا ننفر اوتوماتيكيا من اي شيء خارج هذا القفص الذهني الذي وضعنا فيه عمدا وعن سبق
ترصد. وصف المشكلة ما هو وصف المشكلة؟ المشكلة أن هذا القرآن هو الأولى أنه هذا القرآن هو رسالة، رسالة وهدى وأرسل للناس جميعا، لكنها مع هذا رسالة لا يستطيع أحد قراءتها أو فهمها بطريقة، وعليه بالتالي أن يستعين بمفسرين متخصصين. ثانيا، لم يعثر أحد حتى الآن على كتيب تعليمات يوضح طريقة قراءة هذا النص العظيم وفهمه، كما هو الحال مع الأجهزة الحديثة أو أي كتاب تقرأه يعطيك الآن مفاتيحه وتعاريفه وفهرسة الأعلام والأشخاص والمواضيع الموجودة به مع شروحاتها ومصادرها. ثالثا، وعلى بناء على النقطة الأولى والثانية، أن المشكلة تتعلق بنص مقدس مكتوب وليس شفاهي. هذا النص جرى تبنيه من قبل تحالف من كبار رجال الدين ورجال الحكم، وهؤلاء فرضوا هذا النص على الجميع. ثم قيل لاحقا أنه من أرضى عندما كل واحد يتحدث يقول لك أنه كتاب محفوظ. فالكتاب المحفوظ لا يعني أنه محفوظ في القلوب، أنه محفوظ في النص. يعني هو فكرة كتاب محفوظ هي ألواح موسى، فكرة ألواح موسى أيضا مأخوذة من فكرة مسلة حمورابي مكتوب، موضوع في جانب واللوح، وبعد ذلك كتاب محفوظ. هو هاي الفكرة الأساسية، أنه شيء مدون مهما يكون. حتى لو قلنا محفوظ بالصدور، أعرض اعتراضاتي على هذا الموضوع. أولا، لو كان محفوظ بالصدور، ما الحاجة لوضع لجنة بقيادة زيد بن حارثة لجمع مصحف صحف القرآن؟ ليش؟ ممكن يعني تسأل أنه ممكن يعتمد على عشرات صحابة عثمان يستدعي الناس اللي حافظين ويقرؤون ويعلمون لهم فد ألف واحد ألف طفل يحفظوهم مثل ما يجري الآن وينتهي الموضوع كله. لا يحتار بخط عربي ولا يحتار بنسخ ولا نساخ ولا يحتار بأي شيء، لكن ما فعل هذا. ليش؟ وحتى لو فعل هذا، فراح فعل هذا على نص هو أصلا قرأته غلط. يعني خلينا نقول هو محفوظ بالصدور، لكن عثمان رفض أي حفظ آخر غير النص المكتوب. هو قدم نص مكتوب وبخط كما يقول ريكسنبرغ سرياني، الخط وليس يعني وليس اللغة، اللغة عربية لكن الخط، لأنه العربية ما كانت موجودة بعد شيء، ولا الخط هو بعد خط العربي بعد بداياته. يعني أكو نقش زبد بي قريب للخط، لكن هو يعني مشتق من، راح أتحدث عن النقوش لاحقا. فكرة ثانية، أن النص ما عاد النص المحفوظ ما عاد معتمد إلا من خلال النص المكتوب. يعني أصبح النص المكتوب هو المعيار الوحيد، فلا معنى بعد ذلك للحديث عن ما هو محفوظ. لن نسمع أحدا كان يحفظ القرآن في زمن الرسول محمد، كانت هناك إلا ابن مسعود، وابن مسعود جرى التخلص من قراءته وقرآنه، فبالتالي هذا الشخص الوحيد زيد بن حارثة كان يحفظ مخطوطات. على كل حال، مهما كانت هناك ناس حفظ لهذا النص، جرى اعتماد نص مصحف محدد سميه بمصحف عثمان، جمع عثمان، هذا هو النص الذي يقرأ ويحفظ بعد ذلك، فبالتالي النص هو مكتوب ومنسوخ على رقاع وصحف كما قيل في ذلك الزمان. فعل أمر آخر، أنه قضى على أي بادرة للاشتباه أو شخص لديه قراءة شفوية، وكما قلت أنه دفع ثمن هذا ابن مسعود. رأيي أن ما قام به عثمان صحيح مفهوم ومنطقي، أرى أنه ما كان أكو أي سلطة ممكن تتساهل بالموضوع، لكن هاي السلطة كانت تفتقر للحكمة أو القدرة على منع تحريف القراءات. وعليه أرى أن ما فعله عثمان كان عملا غير مكتمل وخاطئ، لأنك عندما تجمع القرآن أو صحف القرآن، هاي عملية لا معنى لها دون أن تجمع وتوحد الخطوط التي تكتب بها هذا القرآن وتحدد ألفاظها وتتأكد من ألفاظها. هذا معنى بعد ذلك أن أنت تحدد شكل قراءتها وطرق لفظ الحروف والكلمات، وهذا أمر يعني أنا أعتقد أنه مريب، لأنه لا هل يعقل أنه تفوتهم هذه المسألة؟ ناس قادة الدولة، كان الدولة تحتل أو سيطر على المنطقة بأكملها، يعني سوريا والشام والعراق،
والجزيرة العربية، هؤلاء يعني من الدراية والحكمة يعرفون ماذا يفعلون. هذا لابد يستحق الدراسة. لماذا؟ هذا أيضا أشكك بعملية كل الأخبار التي أتت بعملية جمع المصحف، لأنه ما معقول يعني أنت خلي الناس تحفظه وانتهي الموضوع، ليش تجمع المصحف؟ جمعته ما يخالف، غير تحفظ الناس على هاي الحفظ، ليش هاي الأخطاء الموجودة؟ حفظوا الناس لكن حفظوه بالأخطاء الموجودة في الكتاب، ويبدو أنه الأخطاء بقت مستمرة وأصبحت الآن مسألة سائد. ربما فعلوا أنه صححوا وأوجدوا نص مصحح ومحفوظ، لكن تم تدمير أي أثر يشير إلى هذا الموضوع، بدليل القرآن اللي جمع عثمان وفرق نسخه على الأمصار لا أثر له. تخيلوا كتاب مقدس يختفي نهائيا، هذا لا أمر لا يعقل إلا لا يحدث إلا بفعل فاعل. معنى آخر أن هذا المشروع الذي قام به عثمان بن عفان فشلا ذريعا، لأنه المصحف الذي جمعه ما موجود، وإلا أظهر لنا شيء من هذا القبيل. هذا الذي وصلنا حاليا هو أقدم نسخة أعتقد من القرن التاسع الميلادي، منتصف القرن التاسع كاملة تقريبا، لكن القرآن هو أكيد موجود. يعني هو القرآن، أنا ما عندي شك بأنه هو المصحف بقي موجودا، لكن قراءاته هي اللي سببت الإشكالات. وفعلا هو كتاب محفوظ وأقدم نص ولكن محفوظ، لا المشكلة محفوظ، لكن هل كتاب، احنا نريد كتاب محفوظ ومقروء، القراءة عندنا هي المشكلة الكبيرة. نعتقد الآن أنا برأيي أنه تفسير أمر لا بد منه، وليس التفسير بل أنه فهم قبل أن تفسر، أن تفهم كيف تفسر وتفهم كيف تفهم. هذه هرمونتيك الآن من قدمير إلى راسات قدمير خاصة بهذا الموضوع، منهج التأويل الهرمونوتيكا لا بد من اعتمادها ولا مفر من هذا. يعني سواء خشي رجال الدين على مصالحهم أو لم يخشون، المستقبل سيعتمد هذه المناهج. مشروع عثمان فشل، أنه لم يجمع الجمع الصحيح، ولكنه دمر هذا المشروع. وأيضا المفسرين نتساءل، هل نجح المفسرين يوما في تفسير القرآن الكريم؟ أنا أعتقد فشلوا، وبدليل أنه محاولات تفسير بعد 1500 سنة تؤكد أن حجم الفشل، فشلهم في التفسير كان أكبر بكثير من حجم نجاحهم. أنا لا أدعي أن كل القرآن هو سرياني، وإنما في بعض الأشياء مش ممكن نفهمها إلا مثل، لكن عبد الله، لا عبد الله عربي صحيح، لكن كلمة الله هي سريانية. طب يعني لنذهب إلى الأمثلة الأكثر سريانين العالي. والآن ما هي نظرية لوكسمبورغ؟ هي نظرية في فك شفرة لغة القرآن وبعدين التحقق للوصول لمعنى معقول للغة السريانية العربية، التحقق مما إذا كان هناك تعبير صحيح باللغة العربية مكتوب بخط عربي ولكن بتهجئة سريانية، لاستخراج من معاني المرادف السرياني المعنى المنتظر والمطابق للسياق القرآني. لا ذكر لها في القرآن، وكلمة مكة فهموها بمعنى اسم مكان، لكن لا علاقة لها باسم مكان، لأنه في نص القرآن هو دليل على معركة معكة، وبعدم لفظ العين بحذف العين تصبح مكة، ويقال في القرآن هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة، في بطن تعني داخل معكة، أي كان هناك فئتين يتعاركون ولذا فصلهم الله، لا علاقة بكلمة مكة بمكان اسمه مكة. هدف لوكسمبورغ ليس تفسير القرآن، إنما معرفة الكلمات التي استعملها هذا الكتاب المقدس وتحليلها، ومعرفة الأخطاء التي ارتكبها النساخ الكثيرون لهذا المصحف المقدس. الكاتب قال في موجز تمهيدي إلى بالصفحة 299 إلى 307 أن القرآن غير مكتوب بالعربية بل بلغة مزيج تجمع العربية والآرامية التي كانت مستعملة في مكة في زمان محمد، والتي كانت مستوطنة آرامية ومعنى اسمها بالآرامي مكة، بمعنى ومعناها شيء منخفض. هذه اللغة المزيج تم تدوينها من البداية في مخطوطات مجردة بغير علامات تشكيل أو نقاط إعجام نميز بها لاحقا بين الباء والتاء والنون والياء إلى آخره. الكاتب نفى النقل الشفهي الموازي لتلاوة القرآن، بما عجز العرب عن فهم آيات القرآن فأعادوا تأويل المخطوطات في ضوء لغتهم هم، وأقروا بوجود عدد كبير من الألفاظ الدخيلة من لهجات آرامية متعددة. كانت الآرامية لغة المنطقة الثقافية كما نعرف، خاصة بين نهر دجلة وسيناء بحدود 1000 عام قبل
قبل الظهور أو نزول القرآن الكريم. هذا أكثر طبعا على كل لغات المنطقة، وهي بما فيها العبرية طبعا اللي دونت بها الأجزاء اللاحقة من العهد القديم. هذا العربية أسفر بعد ذلك عن ظهور العربية اللي هي أمها الكبرى الآرامية التي كانت شعوب تنطق بها على مدى ألف عام قبل الإسلام، قبل ظهور الرسول. الجديد في أطروحة لوكسمبورغ أن أجزاء كبيرة من القرآن ليست عربية صحيحة نحويا، إنما نحتاج لأن نقرأها قراءة آرامية، والأسباب كثيرة. برأيي أنا هذا من عندي، يعني أنه هذه هي الحاضنة الأصلية للغة أو الأم الأصلية للغة هي الآرامية. هاي الآرامية تفرعت إلى عبرية وسريانية وعربية. كل دي من هاي الأديان الثلاثة كما قلت، اللغات الثلاثة كل واحدة منها أسست دينها الخاص، وبالتالي البعض كلهم بدأوا ينكرون بعضهم. فعندما تجد كلمة محسوبة على السريانية يتنصل منها المسلم، لأنه يقول لك هاي ما لي علاقة بها. فهم عندهم اللغة يعني شيء متوحد مع الدين، وكأنما أنه عندما تنحرف قليلا تقول هذا مصدرها سرياني، مع كأنما تقول هذا مصدرها مسيحي وأن ديني هو تابع لذلك الدين. فهي من هذه الحساسية هي اللي أدت كما قلت بالبداية، أنه أدت إلى أن يبدأون علماء الدين الإسلامي على بدايات أن يأسسون كل شيء من الصفر. أسسوا لغة، أسسوا أدب، كل شيء. هو السلطة كانت العباسية تحديدا هي كان هدفها تأسيس دين جديد، وليس على أساس النمط القديم الأديان، أن الدين يكون هو الأساس الأيديولوجي لهذه السلطة الجديدة. وبالفعل نجحوا في هذا وأسسوا دين كامل عن طريق استعملوا كثير من الطرق لإنجاح هاي العملية، لكن في النهاية فاز رجال الدين وسيطروا على المشهد وأصبحوا ليسوا تابعين بالمطلق لرجال الحكم بعد المتوكل. وطبعا كان هناك تيارين، تيار رجال الدين وتيار السلطة، وهذا موضوع راح نخصص له بحث لاحقا. ممكن يشوفون انه عندي الدين الأديان لا تصنع، الدين لا يصنع حضارة، ممكن يشوفون عندي حلقة خاصة بهذا الموضوع، واكو حلقات قريبة موضوع الحضارة طرقت لهذه القضية. الجديد كما قلت فكرة الجديد بأطروحة لوكسمبورغ أن أجزاء كبيرة يقول مو صحيحة، لازم نقرأها قراءة آرامية. الركن الرئيسي الثاني لأطروحة الكاتب فيها في كتابه أن الأجيال اللاحقة من المسلمين يعني المتأخرة عجزت عن فهم الإصطلاحات العربية ذات الأصل الآرامي في كتابهم المقدس، فكانوا بالتالي مجبرين على إضافة علامات تشكيل ونقط للنص عشوائيا ليكون مفهوما جزئيا بالعربية. وحتى برأيه أنه حتى نعيد اكتشاف المعنى الأصلي نحتاج أن نرفع نقاط التشكيل بالنص التقليدي وأن نوجد قراءة أخرى. الآن أنا قدمت لطبيعة المشكلة وأنواع الحلول، ونتساءل ما هو منهج وأسلوب لوكسمبورغ في بحوثه. أولا يقرأ الآية، بعد ذلك يذهب إلى الطبري ويرى تفسيرها، فإن لم يجد بعض الآيات يعني تفسيرا بعض الآيات المبهمة ونسبتها تعادل 20% من القرآن الكريم، يبحث في لسان العرب لابن منظور، وثم يبحث في قاموس آرامي لفهم كلمات الآية، بعد ذلك يترجم الآية للسريانية، وبعدها في النهاية أو قبل النهاية يعيد تشكيل وتنقيط الآية من جديد. السؤال لماذا يعود للسريانية؟ لأن العربية لم تكن تكتب قبلها، العربية لم تكتب قبل السريانية، السريانية كانت موجودة ولديها خطها الخاص، خط الشرقي والخط الغربي، ومسألة معروفة في ذلك الزمان، وكان هناك تراث وأدب كبير جدا ضخم يعني يعادل الأدب كل التراث الإسلامي. واحدة مار أفرام كاتب ما أعرف يعني 400 مليون كلمة ما أعرف شقد يعني كلها بالسريانية. فالفكرة أنه هو يبدأ بالعربي طبيعي، ما عنده أي مشكلة يبدأ إذا شافك غموض يروح للطبري، إذا استمر الغموض يروح لابن منظور، إذا استمر الغموض يروح وين؟ إلى الآرامية ليفهم، إذا استمر الغموض أيضا يروح يرفع يعني قال لك هذا ماكو حل بعد،
لازم أرفع علامات تشكيل وأرجع الناس مثل ما ولدته أمه في أيام البعثة النبوية، مثل ما وصلت لنا المخطوطات الأصلية. فالرجل يبحث بهذا المجال، هو مصحح لغوي من الطراز الرفيع والخطير، وهذا اللي عزت مؤسسات الحكم في الزمن الدولة العباسية والدولة الأموية عن إيجاده، وحتى عثمان بن عفان نفسه فات أن يضع شخص متخصص في اللغات ويتقن هذه اللغات لكي يستطيع أن يقوم وينسخ اللفظ، ينسخ النص واللفظ أيضا بطريقة صحيحة، وهذا كانت الآليات غير موجودة في ذلك الزمن. هو زيد قال راح أنصحك الرسول، أكو حديث مشهور، قال روح تعلم سريانية، قال تعلمتها بأسبوعين. فتخيل أنه شخص تعلم السريانية بأسبوعين والعبرية، تخيل هذا الشخص وكان عمره صغير وما يعني شاب صغير جدا، هذا الشخص يجي يشرف ويرأس لجنة لقيادة موضوع هائل بهذا الحجم. لكن ماذا يفعل؟ هو ذاك الزمن هو ناس بسطاء، ما دارت الدولة ناشئة ولم تتمكن من الثقة بأناس غير من هم أهل الثقة يعني من مجايليهم. السبب الآخر اللي يقول عودة لوكسمبورغ إلى النص الأصلي، إنه قال ما القرآن ما كتب بلغة عربية، ما كان كل لغة عربية، وبالبداية افترض إنه كتب بحرف سرياني، يعني كتب باللغة العربية لكن مثل ما نكتب الفارسي، اللغة الفارسية تكتب بالحروف العربية، ما كانت أكو حروف عربية، كانت أكو لكن مو دقة ورصانة الحروف السريانية. هذه فرضيته هو، ولا وجدنا دليل على هذه الفرضية راح تكون جزء من نظريته، يعني إثبات كبير، خاصة إذا وجد شيء بالخط الكرشوني فهذا يكون اكتشاف كبير، ويعني حقق مبادئ المنهج العلمي أو أسس المنهج العلمي اللي تعتمد على التكذيب والتنبأ. فهو يتنبأ بوجود خط كرشوني، هو الخط الكرشوني موجود، يعني هو كاهن اسمه كرشون، هذا حاخام يهودي، فابتكر هذا الخط، وهو قال هذا الخط الكرشوني هو اللي كتبت به العربية في أول ظهورها، كتب به نص القرآن الكريم. فذا هذا التنبؤ مالته طلع صحيح، فمعناته مثل ما تنبأ داروين وأينشتاين بانكسار الضوء بسنة 1921، تم إثبات صحة هذه النظرية النسبية العامة والخاصة فهو نفس الشيء تنبأ بشيء وطلع صحيح، فهذا طلع صحيح فهذا معناته أنه نظرية لوكسمبورغ نظرية يعني تم تقديم أدلة قوية جدا على صحتها، وهذا مهمة الباحثين أو نفيها. إذا نفيها إذا تم نفي وجود شيء اسمه خط كرشوني فهذا يتم يعني معنات كلها ارميها بالزبالة النظرية بالكامل، وهذا كثيرون يتمنون هذا الحال، طبعا هم فعلوها أصلا بدون ترقيب ولا تفكير. على كل حال هو يقول هذا منهجه، يقول أنا أعتقد بأن القرآن كتب باللغة العربية أولا لكن بحرف سرياني، ثم جرى تعريب حروف لاحقا، وهذه العملية أدت إلى أخطاء في النسخ، وهذه أيضا تضاعفت مع التشكيل والتنقيط لاحقا. الحال كما قلت أنه العودة للنص الكرشوني، وهو اللي ما فعل جميع المفسرين. هو شو يسوي؟ يرجع للخط المخطوطات الأصلية، أقدم الخط الموجود أو أقدم نسخة من القرآن الموجودة بالمتاحف والمراكز البحوث الخاصة. متى كتب القرآن من وجهة نظره؟ عندها طبعا المرجع، المراجع هي المخطوطات التي وصلتنا بالله، رسم الحجازي والكوفي هي الدليل الوحيد، ولكن تحليل يعني التحليل ولا التدقيق اللغوي أظهر بأن القرآن بشر بكتابته قبل هذه المخطوطات، لأنه هذه المخطوطات تدل على أخطاء حصلت في النسخ من أصول سابقة. فإذا افترضنا أن المرحلة، لا يمكن أن أحدد تاريخ المرحلة الثالثة، يعني المخطوطات الموجودة لدينا حاليا هي المرحلة الثالثة، لكن في أي تاريخ لا يمكنني أن أؤكد في أي تاريخ. أوكي، لكن تاريخ ربما تقريبي، هل ممكن؟ تقريبا أنا أعتقد في هناك نصوص سابقة أقدم، يعني اللي قال عنها مكية يعني كانت موجودة في العصر الأموي،
ولكن أغلب القرآن تم في العصر العباسي، يعني في منتصف أو بعد منتصف القرن الثامن. المهم الشيء الأساسي لازم نقوله أنه الباحث لا يقول، لا يجزم بقوله، بل هو يقول أنه كلها مجرد اقتراحات لا أكثر، ممكن يغير آرائي بالطبعات اللاحقة من الكتاب، ومن باب أنه كما يقال رأي صح صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، كما يقول الشافعي، وهناك قول أيضا لأبو حنيفة بهذا المجال. السؤال: لماذا تميزت هذه النظرية عن غيرها؟ أعتقد أنها لم تنطلق من تفسير النص ولا من تأويله، بل رفضت اعتبار نص عربي مفهوم بشكل لا لبس فيه، فافترضت عدم دقة النسخ والقراءة. وكل واحد، أنا كما أشرت، كل واحد عمل في مهمة التدقيق والتصحيح اللغوي يعرف مدى صعوبة الأمر، وحتى على في هذا مع توفر الكفاءات والخبرات تجد أخطاء لا حصر لها، وأكو أخطاء أدت إلى حروب ومشاكل، منها مثلا قرار فلسطين 242 نتذكر يمكن، أو 334، أنه كلمة أنه أراضي فلسطينية، أكو فرق أنه طالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي فلسطينية وليس من الأراضي الفلسطينية، فهذا الفرق هائل بينه، ولحد الآن المشكلة ما زالت موجودة على التعريف فقط. فتخيل أنه خطأ النساخ في ذلك الزمن على مصحف كبير ب 6000 آية كريمة. المهم، وأنا أيضا اشتغلت وأعرف مدى صعوبة التدقيق وصعوبة تحرير الأخبار والكتابة والإملائيات، لأن أنا اشتغلت سكرتير تحرير وكالة أنباء عربية ودولية، والآن لم أعد أعمل فيها لأنه يبدو يا أما تكون يعني يا أما تكون مع الجانب الديني أو جانب الغربي، فاثنين هم يردوني الحمد لله والشكر، يعني لا الغربي يريدني ولا العربي ولا المتدين ولا غير المتدين، كلهم يردونا لأنه نحكي ونفكر نقدم بحوثنا بشكل مجرد لا مصلحة لنا فيه، بالعكس فيه مضرة لنا شخصية، لكنها هذه متعة البحث والمعرفة ومحاولة اكتشاف، هاي لذتي في الحياة أنه أعرف وأكتشف وأتعلم وأستمر بالتعليم إلى ما لا نهاية. وكان عندنا أخطاء طبعا كما قلت في عملنا سابقا، يعني مهما كان، يعني ما لا يوجد شخص في عملية تحرير وتدقيق النصوص لا يخطأ، هو متخصص ومحترف وتلقاه باحث بروفيسور، لكن أيضا يخطأ في أشياء أحيانا ساذجة جدا. على كل حال، الرد على لوكسمبورغ، أنا أعتقد بأنه الرجل قدم دراسة مبتكرة جدا لا سابقة لها، ومثل أي دراسة هي لا يمكن أن تكون خالية من أخطاء، والرجل يعترف بهذا، لكن أيضا يعني أخذ من مآخذي على الرجل أنه أشوفه متحمس جدا لنظريته، وبدأ يفترض افتراضات كثيرة، أنه أحيانا لا يعتمد على النص، أنه يترجم النص الكلمة العربية إلى السريانية ويحاول يفهمها بالترجمة، يعني يغير الكلمة، لكن هذه هو فرضيته، ورجل محترف ومتحمس، من حقه أن يتحمس، ولابد أن يعني شخص، أنا أشوفه شخص نزيه، يعني غاياته نزيهة، أنه يقدم نص مقدس ويعتبر هذا النص هو نص خاص به، وقال كثيرا مقولتها راح أكررها لكم حتى تسمعوها، أنه أنا أدافع عن القرآن والقرآن فيه منطق، ولا يمكن أن يكون هنالك شيء كما هو مشاع بأن هناك شيء غامضة ولا يمكن فهمها. الاعتراض، لماذا الناس تعترض على لوكسمبورغ؟ أولا هنالك غيرة علمية من الرجل، لأن الرجل قدم بحث يعني برائد جدا وقلب به كل مباحث التفسير والتحليل ويعني وقراءة النص المقدس، وأيضا راح تكون لها نتائج كبيرة جدا، وأيضا أنه هنالك كثير من الناس، حتى الشخص يعني سامي الذيب، الرجل قال أنه هو مترجم القرآن إلى الألمانية والفرنسية أعتقد، وقال أنت يعني خربت بيتي، وممكن يسمعونها بنفسه، لأنه رجل استضافه وجاي يشرح له النظرية، بذل جهد سنوات طويلة لترجمة القرآن، لكن الآن هذا الجهد لا معنى له، لأنه اللي قدمه لوكسمبورغ شيء لا يمكن تجاوزه على الإطلاق من قبل الجميع، ومهما كان رأينا به، لكن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه، ولن يتقدم أحد بعد الآن لتفسير القرآن بالطريقة القديمة، لأنها أصبحت خارج المتخيل العام. ولكن أهل العلم هم اللي ما حبوا، يعني كانت بالنسبة لهم صدمة، وفي تعبير الألماني يقول السكوت لخنق الموضوع، يعني خنقه بالسكوت.
هذا يسموه بالفرنسي إتوفي. السبب الثاني للاعتراضات هي أنه جميع المسلمين بالحقيقة لا يعرفون شيئا عن الله والرسول والصحابة والقرآن والحديث، لا يعرفون كل هذه الأشياء الأساسية في الدين إلا عن طريق واحد فقط وهو طريق رجال الدين، بالتالي هم يعبدون الدين ورجل الدين الذي تلقوا منه عقيدتهم. لهذا فإن الحقيقة وهي غاية الباحثين الجادين تزعجهم، هذه تهد أيضا أسس عقيدة القائمة على إيمان أعمى بالمرويات والحكايات، وهذه كلها قائمة كما قلنا على عن عنات. ثالثا السبب الثالث تهديد المصالح الطبقة السياسية والدينية، وممكن أقدم لكم يعني مقاطع من فيديو خاصة بعدد من الذين احتجوا على هذا وعندي ردود عليها. خلاصة الكلام الآن ونتائج التوصيات لما قلته، أولا أن المشكلة ما زالت قائمة، وثانيا أن تجاهلها لن يكون في صالحنا، جربنا هذا 1500 عام ألا يكفي؟ ثالثا محاربة القراء الجدد لن تجدي، سواء من قبل المؤسسات الدينية أو عبر تهيج العامة عاطفيا ضد الناس. أنا من الناس من حقي أفكر، من حقي أتساءل، من حقي أقرأ، من حقي أن أطلع، ومن ليس من حق أحد أن يحتج على قولي ورأيي. وهذا الإرهاب الديني الذي يستعمله العامة رجال الدين وتوظيف العامة من أجل منع وكتم الأفواه وكتم العقول وغلق العقول، هذا أمر لا مبرر له بعد الآن، ومن الشرف الآن أن يتم التصدي لثقافة قمعية من هذا النوع ينشرها رجال الدين بحجة المقدسات ومحاربة الإسلام وما إلى ذلك. بالفعل يجب محاربة الإسلام كما قلت، لأن هذا الدين أصبح مشبوه من بسبب هؤلاء الذين زرعوا هذا الإسلام المشبوه الذي لا إسلام فيه بحقيقة في أذهان العامة، وصوروا لهم ما لا يصح. رابعا أن تطبيق المناهج الحديثة أصبح أمر لا مفر منه الآن، هذا علم الأجمالوجي في التفسير في تحليل جذور اللغة وأصول الكلمات، هذا راح أسوي له حلقة خاصة لأنه أمر لا يمكن الآن تجاهله، خاصة بالمجال اللغة العربية. اللغة العربية هي كل كلمة لها جذورها الخاصة، وهذه الجذور هي متشاركة يعني حصيلة إرث الشعوب المنطقة بأكملها. العربية هي يعني كما قلت أنه أشبه الأم الكبيرة هي الآرامية القديمة، هي هاي الأم أنتجت أولاد تركت إرث، إجوا الأولاد كل واحد أخذ من هذا الإرث ما يراه مناسبا حسب منطقته وسكنه، فبالتالي هذه الأم هي تجد ما أخذنا هي متكررة، اللي ما أخذ هذا تلقى عندك هذا عند العبري عند السرياني عند حتى عند الفارسي لأنه أيضا تأثرت بها، وأيضا اليوناني، فهي حصيلة كاملة من اللغات. هذه مهمة الإتيمولوجي، هو لوكسمبرغ هو شخص متخصص بهذا، وأنا أعجبت بطريقته بتحليل الكلمات ووصولها، وفوجئت بكثير من الكلمات لأنني أنا أيضا شاعر وأكتب الشعر وعندي دواوين مجامع شعرية، فأستغرب على استغربت كيف تتواشج الكلمات فيما بينها وتتلاقح وتتطور اللغة، شيء يعني بصراحة يثير الإعجاب، وأنا أدعو لمتابعة عن وجود مختصين بالإتيمولوجي يعني علم تحليل أصول الكلمات. الخامسا أن المؤسسات يعني الخلاصة والنتائج من النتائج التي كشفتها هاي دراسة لوكسمبرغ أن المؤسسات الدينية عبر التاريخ كانت تحاول الاستفادة من قراءة الخاصة للقرآن والإسلام، وليس تقديم الصورة الصحيحة عن هذا القرآن ولا الإسلام، لأن القرآن ما زال ينتظرنا لإنصافه وللدفاع عنه والانتصاف له على حساب من استفاد ومن جيره لصالحه وجعله إخطائية خاصة به. سادساً وهي النتيجة الأهم، راح أقسمها النتائج الأهم إلى فقرات. أولاً أن الذين ادعوا تحريف الآخرين لكتبهم، يعني أقصد المسلمين يدعون أنه اليهود والمسيحيين أو يسمونهم النصارى ويتسمية يعني بها نوع من الطعن، يعني يدعون أنه كتبهم تحرفت، لكن بحقيقة أنه أنتم نفسكم اللي الأغلبية مع يعني مع حفظ مع احترام لرجال الدين الحقيقيين والصادقين
هؤلاء أيضا مارسوا التحريف، لكن لأن النص القرآن حفظ نفسه فعلا كما قال الكتاب نفسه وتنبأ، لكن مارسوا التحريف بطريقة أخرى، مارسوا عبر فرض قراءتهم الخاصة على الجميع. يعني يقول لك أوكي لا بأس الكتاب محفوظ، لكن كيف نقرأه؟ وماذا فعلوا؟ حرفوا القراءة وأجبروا الجميع وأرغموا الجميع على هذه القراءة، ومنعوا أي قراءة أخرى غير قراءتهم هذه من وجود، بل أيضا منعوا معنى القراءة أو التي تهدف إلى الفهم، منعوا حتى القراءة نفسها. يعني فرضوا قراءة ومنعوا أي قراءة أخرى. يعني كحديث عن يعني سبعة قراءات وما إلى ذلك، وصلت إلى 20، هذا يعني موجودة بيناتهم فقط. المهم الثانية، النتيجة الثانية أن القرآن كتاب لم يقرأ بعد كما قال يوسف الصديق، وأن التراث الذي وصلنا يمنع قراءته وفهمه، بل أن القائمين عليه كما أشرت يؤكدون استحالة فهم هذا الكتاب. حسب ما تحدثنا عن تفسير يعني ابن عباس، حديث ابن عباس عن التفسير الذي اعتمد عند المفسرين جميعا. النتيجة الثالثة الأهم المهمة، أن القرآن وسيرة نبيه جرى التلاعب بأمرهما عمدا، وشوهت صورتهما بين الجميع مسلمين كانوا أو غير مسلمين. يعني أنا الآن هل يعقل أن يتسم الرسول بالصفات التي وردت عنه في السيرة؟ يعني حتى عندما نجد نتحدث ولما قضى زيد منها وطرا، عندما نجد تفسير لوكسنبرغ لها نجد أنه ينتصف للرسول، وأيضا عندما نجد ما ملكة أيمانكم طلعت الشغلة ما لها علاقة، مو ملكة أيمانكم، يعني من معناتها زوجاتكم، يعني من التي وقعتم عقد الزواج معها، هذا معناها مو ملكة أيمانكم، وصوركم قصة كبيرة يطلع النبي ويأخذ النساء ويسبونهن وينامون معهن، يعني فشيء لا يشرف أي دين. فهذا التفسير جميل، يعني ليش ما نأخذ به؟ يعني يعني هذا أنا أعتقد ينتصف للقرآن، ينتصف للرسول، ينتصف للمسلمين، يوجه يعطي صورة أجمل حقيقية على الأقل. يعني الرجل ما قدم شيء تقول لم يقدم شيء امرأة كما يقال. الذين فهموا أو ما ملكت أيمانكم بمعنى السبايا، نعم، كما سمعنا مؤخرا ما حصل، نعم، العراق وسوريا، نعم، فهذا يعتبر زنا بالنسبة للقرآن. نعم. القرآن لم يسمح بهذا. طيب لم يقل أسمح لكم ما عدا الزوجة الواحدة بمئة أو أكثر من غيرها من السبايا، مش صحيح، هذا شرح جاء فيما بعد. خلينا ننهي بعد ذلك أدنى قراءة خاطئة، الأصح أدين، لأن ذكرنا سابقا بأن النون السريانية شبيهة بالياء الرجعية العربية، نعم، فقرأوها أدنى، وهي مفروض أن نقرأ أدين أصح، دين دين يقال عن أحد، رجل دين يعني صالح. هذا هو تفسير 91% من المفسرين، ولا ما كنتش عارف رأيك. هذا مش رأيي، هذا رأي القرآن، لأنهم لم يفكروا بالمعنى السرياني لهذا التعبير. نعم. لم يخطر على بال أحد من المفسرين المعنى السرياني، ولم يفكروا بالمعنى السحيح. يعني عدد المفسرين لا يهمنا، يهمنا هنا معنى القرآن، أو يعني هنا أي ما ملكت أيمانهم، أو يعني أي، يعني هذه آية تكرر وهنا يقول. لا مش بس هيك، يعني في منطق مع مفهوم القرآن من جديد كما يفهمه القرآن الزوجة الشرعية. نعم طبعا طبعا، هذا هو ملك اليمين، يعمل لكها باليمين وليدة، فأنتم فيه سواء، يعني أنتم وأزواجكم سواء فيما رزقكم الله فيه. هلا أفاء الله عليك، يعني هو ما حصلت عليه من السبية؟ لا، أفاء سريانين عفى بمعنى أفاض الله عليه. أفاض عليه بإيه؟ هو ما نزل لي إياهم من السماء، هو اللي حصل عليهم من الغزوات. لا مما أفاء الله عليك، يعني هي طبعا النساء التي يعني في هنا تعدد الزوجات طبعا، ولكن دائما في عقد وهو ملك اليمين، ملكة يمينك بالنسبة للزوجات أو الأزواج، تعمل هنا أزواج، ما العلاقة؟ التعبير القرآن واضح، لا يعني القرآن العبيد. فأقول من يدعي الغيرة على نبيه فحان الوقت الآن أن يظهر هذه الغيرة الآن، ليس ضد المظلومين من أمثالنا يعني، بل ضد الظالمين والذين يخاف منهم. يعني هو من عندنا يظل تشوفه شاطر يسب بينا ويشتم، شاطر شجاع، لكنه عندما يصل إليهم يصبح كالرعديد. النتيجة الرابعة، أن جميع المؤسسات الدينية كانت متواطئة مع هذا التحريف، ليس للقرآن الكريم اللي ما زال محفوظ كما قلت، لكن لقراءته، ومتواطئة لفرض هذه القراءة على الجميع، حتى جعلوا الناس تخشى التقرب لكتاب ربهم أو فتح فمها بكلمة دون إشارة منهم. النتيجة الخامسة، هذه القراءة تنتصف لقراءة القرآن الذي اتهمه الرصافي في كتابة الشخصية المحمدية بأنه كتاب معميات، وهذا النص اللي قال استشهد به من صفحة 553 من كتاب الرصافي
وممكن تطلعون عليها بنفسكم، توقفون الشاشة وتشوفونها لأنه إرادة لوقت. المهم سمع كتاب معميات. سادس، النتيجة السادسة أن القرآن لم يكتب بلغة أو حرف سرياني. هذا فهم جرى لاحق الموضوع، لم تكن هنالك، يعني يقول لوكسنبرغ يقول بأن القرآن لم يكتب بحرف سرياني. أنا أقول لا هذه ولا هذه، أنا أعتقد هذا فهم لاحق الموضوع أيضا. لم تكن هنالك سريانية أصلا ولا عربية، كانت ولكن لهجات آرامية متنوعة جدا. المسيحيين سموا لهجتهم سريانية، هذا لا أكثر ولا أقل. والتسمية لا تعني لغة بالضرورة، هي تسمية لها علاقة بالدين، يعني هي كلمة واحدة بعد ذلك بحكم التوارد والتنوع. الآن يسموها السريانية الشرقية يسموها آشورية، ماكو شيء اسمه آشوري، هو آشوري قومية، وأيضا حتى كقومية أيضا بها إشكالات. فهذه الأسماء يعني لها علاقة بالمصالح والتوجهات الأيديولوجية. فأنا أقول لا، لم تكن هناك زمن ظهور القرآن أو الرسول سريانية ولا عربية، كانت هناك لهجات آرامية متنوعة. سميت أحد اللهجات سريانية لأنها أصبحت مسيحية، بما سميت الأخرى مسلمة لأنها أصبحت مسلمة، هاي القضية كلها. وكذلك سميت العبرية اليهودية بالعبرية لأنها أصبحت يهودية. حكاية القرآن، اليهود بالمناسبة سموا بالقرن الأول ميلادي، أطلقت عليهم لقب اليهود، لم يكن هناك قبلها كانوا مو يهود، ما يسمونهم العبرانيين. بالتالي حكاية القرآن السرياني والعربي هي حكاية نتاج صراع بين دينين، دين هذا دين وهذا دين، أي بين سلطتين، لأنه الدين كان هو الحكم هو السلطة. وأدي حلقات بقول بأنه الله هو رمز السلطة، هو الدولة. كلمة عندما نقول عن دولة قبل يقولون الله، هاي الفكرة، هي نظام، أي نظام يربط نمط من العلاقات بين الأفراد أو جماعات يسمونه هذا نظام، يسمونه يعني الله هو مثل العلم أو الرمز أو الشعار الكبير لهذه الجماعة، لا لها علاقة بالكون ولا يعني هاي قضية أدي حلقات خاصة بالموضوع. بمعنى أنه كلاهما صدر من النبع اللغوي والديني والبيئي الجغرافي نفسه. وأيضا الآن رفض فكرة لوكسنبرغ الآن هو نابع من هذه القضية نفسها، يعني هو نفس الجدل ونفس الخلافات هي نفس. فهو ترفض فكرة لوكسنبرغ أو مشروع أو منهج بحث لوكسنبرغ لهذه القضية فقط. القضية ما لها علاقة بالحقيقة، لها علاقة بالصراع بين مجاميع وأديان ومصالح فيما بينها. هي قضية بالنهاية قضية صراع بين مجاميع بشرية عاشت في المنطقة والمناطق ذاتها، لكن لا يمكن أن ينتصر العلم في النهاية، ولا يمكن بالتالي والنهاية تجاوز لوكسنبرغ مستقبلا من قبل أي مفسر، وسيعتمد عليه الذي هاجمه أو الذي وافقه. سابعا، الرجل قدم قراءة جديدة للقرآن ولا أكثر، يعني هو ويمكن إضافتها لبقية القراءات، والأفضلية أنا كما أرى ستكون لها ولما يسير على نهجها، يعني هي دراسة قراءة مبكرة وممكن أن تكون فاتحة لسلسلة من الدراسات والقراءات، وهذا أمر لا أشك فيه مطلقا. يمكن بعد 10 سنين على هذه النظرية لوكسنبرغ ممكن راح نكتشف أشياء كثيرة جدا، وفتح باب كبير جدا. أظن أنه القرآن سينتصف له وسيدافع عنه خير الدفاع أخيرا. النقطة الثامنة، النتيجة الثامنة، أن هذا راح ينشر ثقافة جديدة بالتعامل بحرية أكبر مع النص المقدس، وهذا النص الذي منعت الناس من قراءته والنهل من أفكاره والروح الكبيرة التي تحفل داخل النص. يعني خلينا نطلع فعلا على تاريخ الحقيقي للأحداث ولتاريخنا الثقافي والروحي، ويعني وجودنا بأكمله يعني وناس نتاج نص، نتاج لغة، نتاج تاريخ من اللغات والاحتدام بين البشر. هناك بعض قد يقولون، يعني أنا راح أسوي حلقة خاصة بالنقد عدنان إبراهيم للموضوع وأيضا أسماء أخرى كثيرة، راح خصصت لهم يعني رد على ما يقولون، لأنه من حقهم يردون ومن حقهم يعترضون، لأن المسألة ليست بالسهلة، ويعني لابد من الاعتراف بأنه مسألة صعبة، أنه 1400 سنة تقرأ غلط، فأنت شو تسوي يعني شيء ما تعرف شو تسوي، يعني كأنما شخص يعني عايش عمره كله وتجي بلحظة يقول لك أنت هذا الطريق اللي تمشي بيه كله غلط، أرجع لنقطة الصفر. فهذا شيء يعني فعلا يعني مؤذي، لكن لابد أن نواجه الحقيقة، ماكو حل، يعني شو تسوي؟
هو هذا الشيء صحيح، يقول لك هذا اكو شيء، فانت ايش تسوي يعني؟ هو بالحقيقه انه الانسان كيف يتطور؟ عندما يتجاوز اخطائه، عندما ننكر اخطائنا ما راح يعني راح نبقى هسه. هذا اللي جاي نعيش الان، انه ما جاي نتقدم، لاننا لا نعالج اخطائنا، احنا نتستر عليها. يعني انا عندي ثقافه الاجتناب هي اللي زرعها رجال الدين بيناتنا، وأدي حلقة بثقافة الاجتناب طرقت لها بأكثر من حلقة عن هذه الثقافة، هي اللي مدمرتنا، هي اللي خلتنا عاجزين عن أي فعل. إن بعض يقول إن المطالبة بإعادة النظر بالنص القرآني وإعادة قراءة عصرية تدعي هذه قراءة تدعي خدمة كتاب الله، لكنها دعوات باطلة. يعني هدفها نزع القداسة عن القرآن والتشكيك في مصدره ورفض مرجعيته وإنكار دوره وتأثيره بالواقع، هكذا يقولون، والعمل على الحيلولة بينه وبين إصلاح حال المسلمين. هذا كلام مزيف مو حقيقي. هذا الكتاب انزل الناس جميعا، ومن حق الجميع ان يقرؤوه بقراءتهم العصريه. انتم نفسكم اللي تدعون حمايه القران وانتصار له تقولون هو صالح لكل زمان ومكان، بعدا انا اقراه بزماني ومكاني، من حقي انتم تقولون صالح لكل زمان ومكان. اذا كان صالح لزمان ومكان فاذا لا تتدخلون، لا حق لكم ان تعيدونا الى قراءه قديمه. فهذا يعني من فمكم ودينكم، ولا أعتقد أن يتجرأ أحد بالرد علي في هذه الحجة. على كل حال الناس هذا نص ملك للناس جميعا، ومن حقهم أن يقرؤوه بالطريقة الصحيحة ويبحثون فيه. كل واحد عنده قراءة الخاصة، إذكم قراءتكم، احترموا قراءات الآخرين ونحن نحترم قراءتكم، وكل واحد يعرف حدوده ولا يفرض قراءته على الناس وبالتالي يفرض هيمنته وتحكمه بمصيرهم. رجل قدم قراءة جيدة وأنا أشوفها مقنعة، لكن بها ثغرات هائلة وكبيرة جدا. لوكسمبورغ ابن الوراق ما قاري لحد الآن، يعني يتحدثون عنه بس ما عندي فكرة عنه بصراحة. قال لك هذول هدفهم المقارعة بنشأة الإسلام وأصول القرآن وبداياته، ويحاولون الحد من قدسية هذا القرآن. أنا سأقدم حلقات وتؤكد قدسية هذا القرآن، وأن الأخطاء التي اكتشفها لوكسمبورغ تنتصف للقرآن وتدافع عن قدسية القرآن على العكس ممن يتهمه. أنا أقر لأنه رجل لا أقول صحيح، لكنه يقدم قراءة وأفضل من غيره وتنتصر للقرآن أكثر من غيره، مع الاعتراف بأنه قراءته قاسية، ليس لأنها جيدة أو صحيحة، بل لأنها تكشف خطأ استمر على مدى 1500 عام. شكرا جزيلا، وراح أقدم حلقات خاصة بهذا الموضوع لاحقا.